السلام عليكم يا فنانين، معانا النهاردة الفنانة آية، عندها 6 سنين. هنرسم النهاردة يا آية. أنا كده جاهزة؟ يلا يا آية، يلا نبدأ. هنبدأ من هنا ونرسم دايرة كده، بعدين هنعمل كده، أيوة، كمان دوارية زيها، وهنعمل دوارية كمان صغيرة هنا ودوارية صغيرة كمان هنا. شطورة، برافو. وهنعمل من نص من هنا خط كده، وننزل بكمان خط كده من نص، أيوة. شطورة شطورة، جميل. من نص من هنا خط كده، أيوة، جميل. ونطلع كده، نطلع فوق كده، بعدين ننزل تاني كده اهو. بص هنعمل ايه بعد كده، او هناخد خط كده وبعدين ننزل كده، ننزل كده وبعدين نطلع هنا، ماشي اهو. اهو نزلت، امشي شوية وبعدين اطلع تاني، ايوه، بعدين ننزل لحد هنا اهو، وامشي شوية هناك، جميل. نطلع بقى، هي شطورة شطورة ايه. بعدين هناخد دايرة في النص هنا، في النص، برافو. بعدين هناخد تحت الودن اللي هنا دي دايرة واقفة، شطورة قوي، برافو. وكمان تحت الودن من هنا كمان دايرة واقفة كده، برافو. يلا نلونهم، بعدين هناخد شرطة هنا وبعدين شرطة هنا وبعدين شرطة هنا، برافو. شرطة هنا، شرطة هنا، شرطة هنا، برافو. بعدين هننزل من نص من هنا تحت العين كده، ننزل بخط كده، برافو. تحت العين كمان خط كده، وبعدين هناخد خط كده نوصلهم ببعض، نوصلهم ببعض، ايه، برافو. بعدين هناخد خط في النص كده، برافو. بعدين هنلف كده، برافو، جميل قوي. يلا بعدين هناخد خط كده ونلف ونروح هنا كده، يلا، وناخد خط كده وخط كده، وبعدين هناخد خط كده وبعدين اطلع كده، ماشي. نكبره بقى شوية اهو، برافو. بص وبعدين اخد خط هنا كده وخط هنا كده، جميل قوي. بعدين هاخد خط من النص هنا كده، خط كده، جميل قوي. يلا نكتب اسمنا، يلا نكتب آية تحت اهو، تحت اهو آية، اكتب اسم بالعربي زيك يا آية، والله ما نزعل. يلا لوني، يلا. برافو كده، نكون خلصنا الرسمة. فرجعوا من الرسمة بقى.